اي نعم، جزاك الله خيرا دكتور. الاخت ام محمد من مصر. ام محمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا أستاذ طارق، عايزة أسأل الشيخ سؤال. اتفضلي. بنتي كانت في شهر رمضان السنة اللي فاتت كانت والدة قبل رمضان بكام يوم، وبعدين فغابت الشهر كله ما صمتهوش، وهي بترضع ولسه بترضع لحد دلوقتي، فحاولت تصوم في الفترة دي، فصمت حوالي 15 يوم ولا حاجة، فيبقى الصيام بتعبها جامد لأنها بترضع مع أطفال تانية وبتتعب الصيام جامد. فممكن هي الايام الباقيه تدفع عنها فديه ولا ما ينفعش لازم صيام؟ تمام، تسمع الاجابه ان شاء الله. اختم محمد دكتور، لو هناك اخت والده في رمضان وافطرت الشهر كله وما زالت ترضع، وهي يعني صامت 15 يوم لكن كان شق عليها جدا، هل يجوز لها انها تطعم عن باقي الشهر؟ وما زال الفرصه قائمه بينها وبين القضاء، لان الاصل في هذا الصيام هو القضاء، الاصل القضاء. فاذا جربت ولم تستطع، وجدت يعني تعبا شديدا، او راجعت الطبيبه او الطبيب المسلم ونصحها بان الصيام فيه مشقه او فيه يعني ضرر يقع عليها او على طفلها، فعليها ان تخرج الفديه بعد ذلك. لكن الاجتهاد في الاداء وفي القضاء هو الاصل، قضاء رمضان على المراه هو الاصل. اذا تتابع عليها الحمل، فمره تكون حاملا في رمضان ومره تكون مرضع طوال العام، وبخلال الخبرة العملية أو بخلال مراجعة الطبيب نصحها أن ذلك فيه ضرر عليها أو على طفلها، ففي هذه الحالة تلجأ إلى الفدية. لكن لا نلجأ إلى الفدية مباشرة بمجرد أن هناك صعوبة في هذا الصيام، فالصيام كلنا نشعر بالصعوبة رجالا ونساء كبارا وصغارا، وعلى قدر هذه المشقة يكون الأجر. لكن هناك مشقة تحتمل ومشقة لا تحتمل. إذا كانت مشقة تحتمل فتحتمل ذلك تلك المشقة، خاصة إذا كان الولد يعني قد كبر مثلا الآن، مر عليه 10 أشهر أو قريب من ذلك، ويستطيع أن يأكل شيئا بجوار الرضاعة أو غير ذلك، فيمكن أن تقضي ذلك في أيام الشتاء هذه، في الأيام القصيرة. إذا عجزت عن ذلك إما بالخبرة العملية أو بنصيحة الطبيب المسلم، فعليها بعد ذلك أن تلجأ إلى الفدية، ولكنها لا تلجأ إلى الفدية مباشرة. أي نعم.